النهارده ان شاء الله عندنا مراجعه. طب مراجعه عن ايه؟ مراجعه على مسائل. ايه هي المسائل دي؟ مسائل الكولد والفانيشنج كريمز، حساب الاماونت اوف الكالي اللي محتاجينها في الكولد والفانيشنج كريم. تعالى نبدا اولا كده بمساله من مسائل الكولد كريم. البريسكريبشن اللي قدام حضرتك دي هي التيبيكال بريسكريبشن اوف كولد كريم، بيكون من بيز واكس، اوليف اويل، بوركس، وايت سوفت بارافين، وبيوريفايد ووتر. طيب هنا هو بيقول لي ايه؟ مديني كميه البوركس مجهوله، وبيقول لي كالكيوليت ذا اماونت اوف بوركس. طب عشان نحسب كميه البوركس لازم نعرف اصلا ايه دور البوركس في البريسكريبشن. لما جينا دورنا لقينا ان البوركس وظيفته ايه؟ البوركس يا سيدي هنا هو سورس اوف الكالي. يعني ايه حضرتك؟ الكالي ده اللي هيتفاعل مع الفري فاتي اسيدز اللي موجوده في الفاتي ماتيريال بتاعتك، في الاوليف اويل والبيز واكس، عشان تطلع لحضرتك سوب، والسوب ده هو اللي هيعمل الايمالسيفيكيشن، هو اللي هياكت از ايمالسيفاير. حلو. طب ما انت عشان تحسب ده محتاج يبقى في ريليشن ما بين البوركس والفري فاتي اسيدز. قال لي اه. قلت له بس لو جيت دورت كده مش هتلاقي دايركت ريليشن ما بين البوركس والفري فاتي اسيدز، بس هتلاقي علاقه ما بين الفري فاتي اسيدز والبوتاسيوم هيدروكسيد، ودي اسمها اسيد فاليو، هنقول تعريفها كمان شويه. وهتلاقي علاقه تانيه ما بين البوتاسيوم هيدروكسيد والبوركس. يبقى انا الاول هشوف الفاتي ماتيريال بتاعتي او الفري فاتي اسيدز اللي في الاوليف اويل والبيز واكس محتاجه قد ايه بوتاسيوم هيدروكسيد، بعد كده هحول الاماونت اوف بوتاسيوم هيدروكسيد دي لما يعادلها من الاماونت اوف بوركس. اول خطوه انك تحسب البوتاسيوم هيدروكسيد دايما في مسائل الكولد كريم. جميل جدا. جيت بعد كده انت قلت لي اسيد فاليو. يعني ايه اسيد فاليو؟ It is the number of milligrams of potassium hydroxide required to neutralize free fatty acids in 1 gram of oil or fat. هي عدد المليجرامات من البوتاسيوم هيدروكسيد اللي محتاجينها عشان تعمل نيوتراليزيشن للفري فاتي اسيدز اللي موجوده في 1 جرام من الاويل او 1 جرام من الفات. حلو. والحاجه الثانيه اللي محتاجك تعرفها قد ايه بوركس بيكافئ قد ايه من البوتاسيوم هيدروكسيد. لما جينا بصينا على معادلات الهيدروليسيس اوف بوركس لقينا ان 1 مول بوركس، كل 1 مول من البوركس لما بيحصل له هيدروليسيس بيديني 2 مول صوديوم هيدروكسيد. يبقى 1 مول بوركس equivalent to 2 مولز اوف صوديوم هيدروكسيد. يعني بالتبعيه كمان 1 مول بوركس equivalent to 2 مولز اوف بوتاسيوم هيدروكسيد. لما نيجي نحل بنشيل كلمة مول ونحط مكانها المولكيولر ويت. طيب تعالى بقى نبدأ الحل. أول خطوة في الحل عند حضرتك هي ال amount of potassium hydroxide. دي دايما أول خطوة في الحل بتاعك، ال amount of potassium hydroxide اللي هتتفاعل مع الفري فاتي اسيدز اللي موجوده في البيز واكس والاوليف اويل بتاع حضرتك. حلو جدا. طيب تعال نبص اولا على اول حاجه هتتفاعل، هي مين؟ الفري فاتي اسيدز بتاعه البيز واكس. بص يا سيدي، انت جيت قلت لي ايه؟ قلت لي في المعطيات اسيد فاليو اوف بيز واكس بتساوي كام؟ في المعطيات فوق هتلاقيها بتساوي 20. طب وده معناه ايه؟ ده معناه يا سيدي الفاضل إذن 20 ملي جرام بوتاسيوم هيدروكسيد needed to neutralize free fatty acids اللي موجوده في 1 جرام بيز واكس. خلي بالك من اليونتس بتاعتك. طب انت عندك في المساله فوق كام جرام بيز واكس؟ قال لي انا عندي في المسألة 12.5 جرام بيز واكس اهو.
تقدر تحسب لي ده هيحتاج قد ايه من البوتاسيوم هيدروكسيد؟ قال لي اه اقدر احسب لك ده هيحتاج قد ايه من البوتاسيوم هيدروكسيد. اعمل الكروس مالتيبليكيشن كده هيطلع ده محتاج 250 ميلي جرام بوتاسيوم هيدروكسيد. حلو جدا. طيب الناحية التانية عندنا ايه؟ الناحية التانية هتلاقي عند سيادتك الاوليف اويل. طيب بالنسبة للاوليف اويل الاسيد فاليو اوف اوليف اويل بتساوي كام؟ قال لي ما هي مكتوبة عندك فوق اسيد فاليو اوف اوليف اويل معطى عندنا في المسألة فوق بتساوي 2. طب ده معناه ايه؟ ده معناه اهو ايزن 2 ملي جرام بوتاسيوم هيدروكسيد needed to neutralize free fatty acids in 1 جرام اوليف اويل. حلو جدا. طب انت عندك قد ايه اوليف اويل؟ عندي 50 جرام اوليف اويل. تقدر تحسب هيستهلك قد ايه؟ قال لي طبعا اعمل كروس مالتيبليكيشن هتلاقي ده هيستهلك او هيحتاج 100 ميلي جرام من البوتاسيوم هيدروكسيد. طب نقدر بقى نحسب بعد كده التوتال اماونت اوف بوتاسيوم هيدروكسيد؟ قال لي طبعا التوتال اماونت اوف بوتاسيوم هيدروكسيد هيساوي يا سيدي الفاضل 250 زائد 100، 250 اللي احتاجه البيز واكس زائد 100 اللي احتاجهم الاوليف اويل هيطلع كام؟ 350 ملي جرام بوتاسيوم هيدروكسيد. ده البوتاسيوم هيدروكسيد اللي انت محتاجه، ودي كانت اول خطوة عند حضرتك في الحل. الخطوة التانية انك تحسب الاماونت اوف بوركس، اهو اول خطوة التانية اماونت اوف بوركس. حلو جدا. هنحسبها ازاي؟ ما انت عارف خلاص، انت عرفت معلومة كده انت حافظها، ان الواحد مول بوركس equivalent لي 2 مولز بوتاسيوم هيدروكسيد. هنشيل كلمة مول ونحط مكانها molecular weight 381.43 جرام. هنا هيبقى 2 في 56.11 جرام اللي هو هيطلع 112.22 من 100 جرام. طب انت عندك قد ايه من البوتاسيوم هيدروكسيد؟ عندي 350 ملي جرام اللي هو كام جرام؟ اللي هو 0.35 جرام. لو سيادتك قسمت على 1000 هيطلع 0.35 جرام. طيب جميل جدا، 0.35 جرام. تقدر تحسب ده بيعادل قد ايه بوركس؟ قال لي طبعا اقدر احسب ده بيعادل قد ايه بوركس. اعمل الكروس مالتيبليكيشن هيطلع الرقم ده عندك هو 1.18963 جرام بوركس. تمام كده؟ طيب دي كانت اول مسألة عندنا. عندنا افكار تانية؟ قال لي طبعا عندنا افكار تانية. طب افكار تانية زي ايه؟ هنشوف مع بعض. تاني فكرة عندنا هي نفس الفكرة الاولى، ولكن هو هنا اداني الـ amount of borax، ولكن طلب مني ان انا احسب ايه؟ قال لي calculate the amount of beeswax. هنعمل ده ازاي؟ لازم اولا تبقى عارف ان البوركس ده جزء منه يخص الاوليف اويل هيتفاعل مع فري فاتي اسيدز اللي موجوده في الاوليف اويل، والجزء الثاني هيتفاعل مع الفري فاتي اسيدز اللي موجوده في البيز واكس. طب هنعمل ايه؟ قال لي اول خطوه عندنا ان احنا هنحسب البوتاسيوم هيدروكسيد. انت عندك اماونت اوف بوركس هتحولها ل اماونت اوف بوتاسيوم هيدروكسيد. بعد كده هنحسب
قد ايه من البوتاسيوم هيدروكسيد ده هيتفاعل مع الفري فاتي اسيدز اللي موجوده في الاوليف اويل، وهطرح من التوتال اماونت اوف بوتاسيوم هيدروكسيد عشان احسب الكميه من البوتاسيوم هيدروكسيد اللي هتتفاعل مع البيز واكس. بعد كده هتحسب كميه البيز واكس بمعلوميه الاسيد فاليو بتاعتها. طب ده هنعمله ازاي؟ تعال نشوف خطوات الحل بتاعتنا. خطوات الحل بتاعت سيادتك هتتركز في الآتي. أول حاجة زي ما اتفقنا قبل كده بالنسبة لنا هي إيه؟ amount of potassium hydroxide. جميل جدا. طب هتحسب إيه إزاي بقى؟ بص يا سيدي، أنت عارف إني 1 مول بوراكس equivalent to 2 moles potassium hydroxide. طيب واتفقنا ان احنا هنشيل كلمة مول ونحط مكانها المولكيولار ويت. فتحت البوركس هحط 381.43 جرام، وهنا هحط 2 في 56.11 اللي هو 112.22 جرام برضو. جميل جدا. انت عندك قد ايه بوركس؟ 1.18963 جرام. اكتب اليونت وما تنساش. تقدر تحسب لي ده بيعادل قد ايه بوتاسيوم هيدروكسيد؟ قال لي طبعا اقدر احسب لك. الاكس هتطلع 0.35 جرام اللي هو 350 ملي جرام من البوتاسيوم هيدروكسيد. 350 ملي جرام من البوتاسيوم هيدروكسيد. تمام جدا. طب يا سيدي الخطوة اللي بعد كده عند حضرتك ايه؟ قال الخطوة اللي بعد كده عندي اني احسب الاوليف اويل هيستهلك قد ايه والبيز واكس هيستهلك قد ايه. بص يا سيدي، بالنظر اولا للاوليف اويل، ادي اهو اوليف اويل، الاسيد فاليو اوف اوليف اويل بكام؟ هتبص حضرتك في المعطيات فوق تلاقي ان الاسيد فاليو اوف اوليف اويل بتساوي 2. طيب تعالى بعد كده، ده معناه ايه؟ ده معناه ان 2 ملي جرامز اوف بوتاسيوم هيدروكسيد needed to neutralize free fatty acids present in 1 جرام اوليف اويل. طب احنا عندنا كام جرام اوليف اويل في المسألة فوق؟ عندنا 50 جرام اوليف اويل. طب تقدر تحسب لي دول هياخدوا قد ايه من بوتاسيوم هيدروكسيد؟ طبعا اقدر احسب لك. هنعمل كروس مالتيبليكيشن، هيطلع عندنا الاوليف اويل هياخد 100 ملي جرام بوتاسيوم هيدروكسيد. اذا amount of potassium hydroxide available to react with free fatty acids in beeswax بتساوي التوتال بوتاسيوم هيدروكسيد اللي هي 350 ملي جرام ناقص ال 100 ملي جرام اللي اتفاعل معاهم البيز الاوليف اويل، هيتبقى لي 250 ملي جرام بوتاسيوم هيدروكسيد. حلو جدا. الخطوه اللي عندنا بعد كده ايه؟ بص يا سيدي، الخطوة اللي عندك بعد كده انك تبص على البيز واكس. ماشي، acid value of بيز واكس بتساوي كام؟ قال لي acid value of بيز واكس بتساوي 20. وده معناه ايه؟ ده معناه 20 ملي جرام بوتاسيوم هيدروكسيد needed to neutralize free fatty acids in 1 gram of beeswax. طب انت حسبت لقيت كام ملي جرام بوتاسيوم هيدروكسيد هيتفاعلوا مع beeswax؟ 250 ملي جرام. تقدر بقى تحسب لي هنا كمية البيزواكس؟ قال لي طبعا اقدر احسب لك. هتعمل cross multiplication هيطلع 12.5 جرام beeswax. دي
كانت تاني فكرة من أفكار المسائل اللي عندنا. جميل كده؟ جميل كده. طيب عندنا أفكار تانية؟ طبعا يا سيدي عندنا أفكار تانية. زي ايه؟ قال لي بص عندك، بص هنا قال لحضرتك ايه؟ هنا دي على الأوليف أويل، نفس الفكرة اللي فاتت بس جه على الأوليف أويل بدل ما يقول لك دايركتلي. الأوليف أويل بيستهلك قد ايه؟ أو بدل ما يديك كمية الأوليف أويل، لا هو جه قال لك إن الأوليف أويل بيستهلك 28% من التوتال بوتاسيوم هيدروكسيد. حلو، بما اننا عارفين ان البوتاسيوم هيدروكسيد اللي هنا او ان البوركس ايكويفالنت كميه معينه من البوتاسيوم هيدروكسيد، البوتاسيوم هيدروكسيد ده في 28% منه للاوليف اويل، يبقى بالتبعيه ال 72% الباقيين للبيز واكس. وهنا ده هنا بس، ليه؟ عشان هنا البيز واكس والاوليف اويل بس هم اللي فيهم فري فاتي اسيدز. لو في كومبوننت ثالث فيه فري فاتي اسيد يبقى 28% للاوليف اويل وال 72% التانيين كده هيبقوا متوزعين. يعني احيانا بنجيب اكتر من 2 كومبوننتس فيهم فري فاتي اسيد. بس خلينا نتكلم على الكيس اللي عندنا. جه بيقول لي ان الاوليف اويل بيستهلك 28% اوف توتال بوتاسيوم هيدروكسيد، ده معناه ان 72% الباقيين من البوتاسيوم هيدروكسيد available to neutralize free fatty acids present in beeswax. حلو، يبقى انا عرفت كمية البوتاسيوم هيدروكسيد اللي تخص الاوليف اويل وكمية البوتاسيوم هيدروكسيد اللي تخص البيزواكس. بمعلومية الاسيد فاليو بيزواكس والاسيد فاليو في اوليف اويل هقدر احسب كمية البيزواكس وكمية الاوليف اويل. تعالوا نمشي مع بعض الخطوات ونشوف ده هيحصل ازاي. احنا خلاص متفقين ان اول خطوة في الحل هنا هي ايه؟ amount of potassium hydroxide. خلاص دي اول خطوة دايما ان احنا نروح لل amount of potassium hydroxide. بص يا سيدي، خلاص احنا حفظنا قلنا بنحلها ازاي. 1 مول بوركس equivalent to 2 moles potassium hydroxide. هنشيل كلمة مول ونكتب مكانها molecular weight 381.43 جرام. هنا لي 2 في 56.11 اللي هي 112.22 جرام. جميل جدا. انت عندك قد ايه؟ عندي 1.18. حلو جدا، جرام ما تنساش الوحدة. تقدر تحسب لي دي بكام؟ قال لي طبعا هقدر احسب لك دي بكام. هتطلع عندنا ب 0.35 جرام اللي هو 350 ملي جرام بوتاسيوم هيدروكسيد. حلو جدا. نيجي بعد كده الخطوة اللي بعد كده عندنا هي انك تبدأ تبص على التو كومبوننتس اللي بيحتاجوا البوتاسيوم هيدروكسيد. اول كومبوننت عندك بيحتاج بوتاسيوم هيدروكسيد هو مين؟ هو الاوليف اويل. ده اول كومبوننت عندنا بيحتاج بوتاسيوم هيدروكسيد، اوليف اويل. طيب الاسيد فاليو، او هنا مش هبص على الاسيد فاليو بقى، انا هنا هقول لك ايه الاوليف اويل ده بيحتاج قد ايه كيو اتش؟ 28% اوف توتال بوتاسيوم هيدروكسيد. 28% اوف توتال بوتاسيوم هيدروكسيد اهو، هو مدهاني معطى فوق. اذا هيستهلك قد ايه من الكيو اتش؟ التوتال كيو اتش اهو مضروبه فيه 28 على 100، هتطلع عند حضرتك كام؟ قال هيطلع الاوليف اويل بيستهلك 98 ملي جرام من الكي او اتش. طيب ده فيما يخص الاوليف اويل. تعال نبص الناحية التانية لمين؟ قال لي للبيز واكس. حلو قوي. هنا عشان تحسب كمية الكي او اتش الافيلبل تو بيز واكس قدامك طريقة من اتنين.
الاولى يا سيدي الفاضل انك تقول انه بيستهلك 72% في توتال كو اتش وتضرب التوتال كي او اتش ده في 72 على 100، والثانيه ان انت تطرح التوتال كي او اتش، ان انت هتيجي هنا تقول amount of كي او اتش available for beeswax بتساوي ايه بقى يا سيدي الفاضل؟ 350 ناقص 98 هيطلع 252 ملي جرام بوتاسيوم هيدروكسيد. زي اتفاد الطريقة التانية اني اضرب 350 في 72 على 100. حلو جدا. تعال بقى نحسب كمية الاوليف اويل وكمية الاسيد وكمية البيز واكس. قلنا هنحسبهم بمعلومية ايه؟ بمعلومية الاسيد فاليو بتاعت كل واحد منهم. بالنسبة للاوليف اويل، الاسيد فاليو اوف اوليف اويل بتساوي 2، واتفقنا ان ده معناه ايه؟ 2 ملي جرام بوتاسيوم هيدروكسيد available to react with free fatty acids present in 1 جرام اوليف اويل. طب حضرتك عندك 98 ملي جرام كيو اتش، تقدر تحسب لي دول بيتفاعلوا مع دي اوليف اويل؟ قال لي طبعا، اعمل كروس ملتيبليكيشن هيطلع 49 جرام اوليف اويل. يبقى انت كده حسبت كميه الاوليف اويل. تعال نرجع للبيز واكس. الاسيد فاليو اوف بيز واكس معطى عند حضرتك في المساله فوق بيساوي كام؟ بيساوي 20، واتفقنا ان ده معناه ايه؟ 20 ملي جرام بوتاسيوم هيدروكسيد needed to neutralize free fatty acids present in 1 جرام بيزواكس. حلو جدا. طيب حضرتك عندك قد ايه بوتاسيوم هيدروكسيد available to react with بيزواكس؟ 252 ملي جرام. تقدر تحسب لي كمية البيزواكس؟ طبعا، اعمل كروس ملتبليكيشن هيطلع عندك 12.6 جرام بيزواكس. كده انت حسبت له المعطيين، او صح حسبت له اسف المطلوبين، المطلوبين من سيادتك الاماونت اوف اوليف اويل والاماونت اوف بيز واكس. طيب تعال نشوف فكرة تانية. عندنا جه هنا هو طلب من سيادتك ايه؟ طلب هنا من حضرتك انك تحسب الاماونت اوف بيز واكس ووايت سوفت بارف. طيب هتعمل ازاي حساب البيز واكس؟ احنا خلاص اوريدي عرفناه. هنعمل ايه؟ هنحول البوركس بوتاسيوم هيدروكسيد، وبعد كده هنحسب الاماونت اوف بوتاسيوم هيدروكسيد اللي هتتفاعل مع الفري فاتي اسيدز اوف اوليف اويل، وبالتبعيه الباقي من البوتاسيوم هيدروكسيد يبقى هيتفاعل مع الفري فاتي اسيدز بتاعت البيز واكس. وبمعلوميه الاسيد فاليو اوف بيز واكس هقدر احسب الاماونت اوف بيز واكس. طب الوايت سوفت بارافين هحسب كميته ازاي؟ جه هو هنا اداني حاجه اسمها ايه؟ توتال فوليوم اوف بريسكريبشن. البريسكريبشن كلها تساوي 100 جرام، او توتال اماونت اوف بريسكريبشن بتساوي كام؟ 100 جرام. طيب يبقى انا لو طرحت كل الكومبوننتس من التوتال فوليوم اوف بريسكريبشن مش هيديني الاماونت اوف وايت سوفت بارافين؟ هيديني الاماونت اوف وايت سوفت بارافين. طب تعالى نمشي مع بعض كده خطوه خطوه ونشوف هنوصل ليه. زي ما اتفقنا قبل كده، اول خطوه عندنا في الحل هي الاماونت اوف بوتاسيوم هيدروكسيد، واتفقنا مرارا وتكرارا ان انا بحسبها ازاي. قال لي 1 مول بوركس، المعلومه اللي انا حافظها، equivalent to 2 مولز بوتاسيوم هيدروكسيد. هنا هنشيل دي ونحط مكانها مولكيولار ويت بالجرام، وهنا هنشيل هنا ونقول 2 في المولكيولار ويت، يبقى عندي 112.22 جرام. جميل كده؟ طيب انا عندي قد ايه بوركس؟ 1.18963 جرام. تقدر تحسب لي ده بيكافئ قد ايه بوتاسيوم هيدروكسيد؟ طبعا هقدر احسب لك
اكس هنا هتطلع 0.35 جرام اللي هو 350 ملي جرام من البوتاسيوم هيدروكسيد. جزء منه يخص الاوليف اويل والجزء الثاني هيخص البيز واكس. طيب تعال عند الخطوة الثانية. الخطوة الثانية اول حاجة فيها هي مين؟ اول حاجة فيها هي الاوليف اويل. طب الاسيد فاليو اوف اوليف اويل بكام؟ قال لي الاسيد فاليو اوف اوليف اويل بتساوي 2. طب وده معناه ايه؟ قال لي ده ببساطة شديدة جدا معناه 2 ملي جرام بوتاسيوم هيدروكسيد needed to neutralize free fatty acids present in 1 جرام اوليف اويل. طيب احنا عندنا كام جرام اوليف اويل؟ عندنا 50 جرام اوليف اويل. طب تقدر تحسب لي دول هيستهلكوا قد ايه من البوتاسيوم هيدروكسيد؟ هنعمل كروس ملتيبليكيشن هيطلع بيستهلك 150 ملي جرام بوتاسيوم هيدروكسيد. إذن amount of potassium hydroxide available for beeswax or available to react with free fatty acids present in beeswax بيساوي 350 ملي جرام اللي هو التوتال بوتاسيوم هيدروكسيد ناقص 100 ملي جرام اللي تفاعل معهم الاوليف اويل هيطلع 250 ملي جرام بوتاسيوم هيدروكسيد. دول اللي هيتفاعلوا مع الفري فاتي اسيدز اللي موجودين في واحد او هيتفاعلوا مع الفري فاتي اسيدز اللي موجودين في كميه البيز واكس اللي احنا المفروض نحسب. طيب يبقى الخطوه الثانيه عند حضرتك هي تخص البيز واكس. بص يا سيدي الاسيد فاليو اوف بيز واكس بتساوي كام؟ قال لي بتساوي 20 واتفقنا ان ده معناه ايه؟ ده معناه ان 20 ملي جرام بوتاسيوم هيدروكسيد needed to neutralize free fatty acids present in 1 جرام بيزواكس. طب حضرتك عندك قد ايه بوتاسيوم هيدروكسيد متاحه للبيزواكس؟ 250 ملي جرام. تقدر تحول لي الرقم ده او تقدر تطلع لي من المعادله دي الاماونت اوف بيز واكس؟ طبعا هتعمل كروس ملتيبيكيشن هيطلع الاماونت اوف بيز واكس عند حضرتك هي 12.5 جرام بيز واكس. ده كان اول مطلب انك تحسب الاماونت اوف بيز واكس. المطلب الثاني عند حضرتك هو انك تحسب الاماونت اوف وايت سوفت بارافين. واتفقنا ان ده هنعمله ازاي؟ قال لي التوتال فوليوم اوف بريسكريبشن اللي هو ادوني فوق ال 100 جرام ناقص كل الكومبوننتس اللي عندك. البيز واكس احنا لسه مطلعينه 12.5 جرام. الاوليف اويل 50 جرام. طيب البوركس 1.18963 جرام. الووتر 24 جرام. اعمل ناتج الطرح ده هيطلع 12.31 جرام وايت سوفت بارافين. كده انت جبت كمان المطلب الثاني حسبنا له الاماونت اوف بيز واكس والاماونت اوف وايت سوفت بارافين. تعالى ناخد بقى اخر فكره عندنا او اخر فكره هنقولها في الحسابات بتاعه الكولد كريم. آخر فكرة عندنا في حسابات الكولد كريم فكرة بسيطة جدا برضو. هنا اداني كل حاجة وطالب مني اني احسب الاسيد فاليو اوف بيز واكس. عشان تحسب الاسيد فاليو اوف بيز واكس لازم تعرف الاماونت اوف بوتاسيوم هيدروكسيد افيلابل تو رياكت وذ فري فاتي اسيدز اوف بيز واكس. فانا هنا همشي نفس الخطوات هحول البوركس بيز لبوتاسيوم هيدروكسيد. بعد كده الاماونت اوف بوتاسيوم هيدروكسيد دي جزء منها هيخص الاوليف اويل والجزء الثاني هيخص البيز واكس. هنحسب الجزء اللي يخص البيز الاوليف اويل هطرحه من التوتال اماونت اوف بوتاسيوم هيدروكسيد يديني الاماونت اوف بوتاسيوم هيدروكسيد افيلابل تو رياكت وذ بيز واكس. يبقى عندي رقم من بوتاسيوم هيدروكسيد ده اللي هيتفاعل مع 12.5 جرام بيز واكس.
عايز تحسب الاسيد فاليو هتعمل ايه؟ هقولك تعريف الاسيد فاليو بيقول ايه؟ It is the number of milligrams of potassium hydroxide needed to neutralize free fatty acids in 1 gram of oil or fat. يبقى انا لو حسبت كمية البوتاسيوم هيدروكسيد اللي هتتفاعل مع 1 جرام من البيز واكس كده انا حسبت الاسيد فاليو اوف بيز واكس. تعالى نمشي الخطوات مع بعض ونشوف هنحلها ازاي. كالعادة اول خطوة هتبدأ بيها الحل هي ايه؟ هي الـ amount of potassium hydroxide اللي عرفنا مرارا وتكرارا ان احنا بنعملها او بنحسبها من حاجة كده احنا حافظينها، ان 1 مول بوركس تكافئ 2 مولز بوتاسيوم هيدروكسيد، واتفقنا دي سيادتك حافظها ما بتجيش معطل. هنشيل مول ونحط مكانه موليكولار ويت بالجرام، فهنا هنشيل مول ونحط 2 او في الموليكولار ويت بالجرام اللي هيطلع بالمنظر ده. جميل جدا. طيب انت عندك قد ايه بوركس؟ 1.18963 جرام، ده الرقم اللي موجود عند حضرتك في المسألة فوق. تقدر تحسب لي ده بيكافئ قد ايه بوتاسيوم هيدروكسيد؟ طبعا اقدر اعمل كروس ملتبليكيشن، هيطلع الرقم ده بيساوي 0.35 جرام اللي هو بيساوي 350 ملي جرام بوتاسيوم هيدروكسيد. جميل جدا. الخطوة التانية عند حضرتك انك تعمل ايه؟ قال الخطوة التانية عندي اني هاجي ابص لي الاوليف اويل، اشوف الاوليف اويل هيستهلك قد ايه من البوتاسيوم هيدروكسيد ده. نحن خلاص احنا عارفين قلنا ده كتير، عارفين ان البوتاسيوم هيدروكسيد ده جزء منه بيخص البيز واكس وجزء التاني بيخص الاوليف اويل. طب وهم هنا بيز واكس واوليف اويل عشان هم دول اللي في المسألة فيهم فري فاتي اسيدز. لو حاجة تانية فيها فري فاتي اسيد فكنت هقول بيز واكس واوليف اويل والحاجة التانية. تعالى اوليف اويل، الاسيد فاليو اوف اوليف اويل بتساوي كام؟ بتساوي 2. جميل جدا. اسيد فاليو اوف اوليف اويل بتساوي 2. طب ده معناه ايه؟ معناه ان 2 ملي جرام بوتاسيوم هيدروكسيد needed to neutralize free fatty acids present in 1 جرام اوليف اويل. طب انت عندك قد ايه اوليف اويل في المسألة فوق؟ عندي 50 جرام اوليف اويل. حلو، تقدر تحسب لي هيستهلك قد ايه؟ قال لي طبعا اقدر اعمل كروس ملتبليكيشن، هيطلعوا بيستهلكوا 100 ملي جرام من البوتاسيوم هيدروكسيد. طيب هنيجي برضو كده نقول له اذا amount of potassium hydroxide available for beeswax or available to react with free fatty acids present in beeswax بيساوي التوتال بوتاسيوم هيدروكسيد 350 ملي جرام ناقص 100 ملي جرام اللي هيستهلكهم الاوليف اويل، هيطلع 250 ملي جرام بوتاسيوم هيدروكسيد available to neutralize free fatty acids present in 12.5 جرام بيز واكس. طيب يبقى تعالى كده لما نيجي نبص على البيز واكس هنلاقي ايه؟ هنلاقي ان في حاجة احنا طلعنا بيها كده، اللي هي ايه بقى الحاجة اللي طلعنا بيها دي؟ 250 ملي جرام بوتاسيوم هيدروكسيد اللي هي دي available to neutralize free fatty acids present in 12.5 جرام بيز واكس اللي هم مدهوني في المسألة. حلو، طب انا عايز احسب ايه؟ خلاص احنا اتفقنا انت عايز تحسب acid value of بيز واكس. رجعنا لتعريف الاسيد فاليو لقينا بيقول ايه؟ It is the number of milligrams of potassium hydroxide needed to neutralize free fatty acids in 1 gram of oil or fat. يبقى انا لو حسبت عدد المليجرامات من بوتاسيوم هيدروكسيد
اللي هيعمل نيوتراليزيشن للفري فاتي اسيدز اللي موجودين في 1 جرام من البيس واكس كده انا حسبت الاسيد فاليو. حلو، يبقى انا التارجت بتاعي ان احسب كميه البوتاسيوم هيدروكسيد بالملي جرامز اللي هتنيوتراليز فري فاتي اسيد بريزنت ان 1 جرام اوف بيس واكس. اعمل كروس مالتيبليكيشن وطلع لي الرقم ده. الرقم ده هيطلع عند حضرتك بيساوي 20 ملي جرام بوتاسيوم هيدروكسيد. يعني ايه؟ هقول له كده اهو، اذن 20 ملي جرام بوتاسيوم هيدروكسيد needed to neutralize free fatty acids in 1 جرام بيزواكس. طب انت لو بصيت كده هتلاقي ده تعريف مين؟ ده تعريف الاسيد فاليو. اذن اسيد فاليو اوف بيز واكس بتساوي 20. اذن الاسيد فاليو اوف بيز واكس بتساوي 20. كده احنا حسبنا المطلب بتاعه وقلنا افكار كتير قوي تخص المسائل بتاعه الكولد كريم. تعالى بقى نتنقل لجزء تاني من المسائل او نوع تاني من المسائل، المسائل اللي كانت تخص مين؟ الفانيشينج كريم. حلو، في مسائل الفانيشينج كريم احنا كنا بنعمل ايه؟ في مسائل الفانيشينج كريم هو هنا مثلا طالب مني بيقول لي ايه؟ calculate the amount of potassium hydroxide. المفروض انا اسف هي هنا مكتوبة غلط، هي المفروض calculate the amount of potassium hydroxide. طيب دي المفروض potassium hydroxide. طب عشان نحلها لازم نفهم الاول ايه الرول، لازم نفهم الاول ايه الرول. طب ايه دور البوتاسيوم هيدروكسيد هنا؟ دور البوتاسيوم هيدروكسيد هنا انه هيتفاعل مع الاستياريك اسيد عشان يطلع عند لحضرتك بوتاسيوم استياريت، وده الايمالسيفاير، ده اللي هيعمل ايمالسيفيكيشن للكريم بتاعك. طيب في حاجتين لازم تبقى حافظهم كويس جدا، مش هيجوا معطى بس سيادتك حافظهم. اول معلومه اني الايونيزيشن فاكتور اوف ستيريك اسيد هو 25%. يعني يعني 25% بس من الستيريك اسيد هي اللي بيحصل لها ايونيزيشن وافيلبل تو رياكت وذ بوتاسيوم هيدروكسيد. طب حلو، 25% بس من الاستياريك هي اللي هتتفاعل مع البوتاسيوم هيدروكسيد. المعلومة التانية، البوتاسيوم هيدروكسيد والاستياريك بيتفاعلوا بنسبة كام لكام؟ قال لي بص يا سيدي، احنا لقينا ان كل مول من الاستياريك اسيد هيتفاعل مع 1 مول من البوتاسيوم هيدروكسيد عشان يديني مول من البوتاسيوم استياريت ومول من الاوتر. يبقى هنا بيتفاعلوا مع بعض بنسبة 1:1. يبقى كل 1 مول ستياريك اسيد equivalent to 1 مول of potassium hydroxide. دول معلومتين انت حافظهم، ionization factor of ستياريك اسيد 25% و 1 مول of ستياريك اسيد equivalent to 1 مول of potassium hydroxide. تعال بقى نحل المسألة دي. اول خطوة في المسألة دي انت الايم بتاعك انك عايز تحسب amount of potassium hydroxide. طب اول خطوة عندنا في المسألة دي انك هتحسب لي amount of acid reacting. ليه يا عم؟ قال لي عشان احنا قلنا قبل كده ان 25% بس من الاستياريك هو اللي هيتفاعل، يبقى ال amount of acid reacting بيساوي ايه؟ 15 اللي هي كمية الاستياريك اسيد بتاعتك في 25/100 هيطلع 3.75 جرام بس من الاستياريك اسيد ذات ويل رياكت. الخطوه الثانيه انك هتبدا تحسب الاماونت اوف بوتاسيوم هيدروكسيد. عشان نحسبها
لازم تكتب المعلومة التانية اللي انت حافظها. 1 مول ستياريك اسيد equivalent to 1 مول بوتاسيوم هيدروكسيد. هشيل كلمة مول واحط مكانها المولكيولار ويت بالجرام. جميل جدا. طب خلاص اهو حطينا المولكيولار ويت بالجرام. عندك قد ايه ستياريك هيتفاعل؟ 3.75 جرام. تقدر تحسب لي ده بيكافئ قد ايه بوتاسيوم هيدروكسيد او هيتفاعل مع قد ايه بوتاسيوم هيدروكسيد؟ طبعا هعمل كروس مالتيبليكيشن هيطلع 0.7396 جرام بوتاسيوم هيدروكسيد. هنا طالع البوتاسيوم هيدروكسيد بالجرام، ما بيطلعش بالملي جرام زي ما كان بيطلع في مسائل الكولد كريم. دي اول فكرة عندنا، دي فكرة بيزك جدا، وزي ما احنا متعودين ان احنا بنبدأ بالفكرة البيزك وبعد كده هنأبجريد لأفكار تانية اصعب شوية. تاني فكرة عندنا هي شبه دي، هو كل اللي عملناه هنا ان احنا ادينا لحضرتك المعطيات، بس مين اللي كان مجهول؟ كان مجهول الستياريك اسيد. وجيت طلبت من حضرتك ايه؟ جيت طلبت من حضرتك قلت لك calculate the amount of stearic acid. calculate the amount of stearic acid، احسب لي كمية الستياريك اسيد. هي فكرة شبه اللي عملناها المرة اللي فاتت. بص يا سيدي، انت برضو المعلومتين انت لسه حافظه، 1 مول ستياريك equivalent to 1 مول بوتاسيوم هيدروكسيد، و 25% بس من الستياريك اسيد هي اللي هيحصل لها ايونيزيشن وتبقى افيلابل تو رياكت. ماشي، يبقى اول خطوه انت بتبدا بيها هنا هي ايه؟ قال لي 1 مول ستياريك اسيد equivalent to 1 مول بوتاسيوم هيدروكسيد. هشيل مول واحط مكانها مولكيولار ويت بالجرام. جميل جدا اهو، حلو. طيب انت عندك قد ايه بوتاسيوم هيدروكسيد؟ عندي 0.7396 جرام. تقدر بقى تحسب لي ده هيتفاعل مع دي ستياريك؟ قال لي طبعا هيطلع 3.75 جرام. طب هل هي دي كمية الستياريك اسيد بتاع حضرتك؟ قال لي لا، انت خلاص حافظ قد ايه من الستياريك اصلا اتفاعل. اللي اتفاعل من الستياريك كان عندنا 25% بس، يبقى الكمية اللي طلعت دي بتمثل قد ايه من كمية الستياريك الحقيقية؟ بتمثل 25% من كمية الستياريك اسيد الحقيقية. يبقى amount of استياريك اسيد، كمية الستياريك اسيد الحقيقية بتساوي عند حضرتك ايه؟ قال لي بتساوي 3.75 في 4 او في 100 على 25، هيطلع عند سيادتك 15 جرام استياريك اسيد. 15 جرام استياريك اسيد، تمام كده؟ تمام كده، ماشي الكلام؟ ماشي الكلام، حلو. عندنا افكار تانية؟ طبعا عندنا افكار تانية. زي ايه؟ بص يا سيدي، زي الفكرة دي. هنا هو بيقول لي ايه؟ هنا هو جه هدخل لي كومبوننت تاني. كان ايه الكومبوننت التاني؟ كان عندنا الاوليف اويل. حطيلي كومبوننت تاني هيستهلك بوتاسيوم هيدروكسيد. الكومبوننت التاني ده تمثل في حاجة زي مين؟ في حاجة زي الاوليف اويل. طيب يبقى انا هنا هحسب amount of KOH لـ 2 components. كان المطلب المجهول بوتاسيوم هيدروكسيد، وقال لي calculate the amount of potassium hydroxide. عندي حاجتين بيتفاعلوا مع بوتاسيوم هيدروكسيد، كل واحد منهم بحسب له amount of potassium hydroxide بطريقة مختلفة
عن التاني شوية. جميل جدا جميل جدا. بص يا سيدي، اول كومبوننت كان هيحتاج عندنا لبوتاسيوم هيدروكسيد كان الستياريك اسيد. تمام جدا. طب بحسب كمية البوتاسيوم هيدروكسيد للستياريك اسيد ازاي؟ قال لي اول خطوة كنا بنعملها عندنا ان احنا نحسب ايه؟ بنحسب amount of acid reacting، هحسب كمية الاسيد اللي بتتفاعل. ليه الكلام ده يا عم؟ هو مش كل الاسيد هيتفاعل؟ لا، 25% بس من الاستياريك اسيد that will ionize and available to react with potassium hydroxide. يبقى كمية الاستياريك اللي عندنا فوق اللي هي 15 جرام مضروبة في 25 على 100 هيطلع الناتج ايه؟ 3.75 جرام of استياريك اسيد هي بس اللي هتتفاعل. حلو. الخطوة اللي بعد كده عندنا ايه؟ قال لي انت حافظ بقى 1 مول استياريك اسيد equivalent to 1 مول بوتاسيوم هيدروكسيد. 1 مول استياريك اسيد equivalent لي 1 مول بوتاسيوم هيدروكسيد. هنشيل هنا مول ونحط المولكيولار ويت بالجرام، وهشيل هنا مول واحط المولكيولار ويت بالجرام. طيب انت عندك قد ايه اسيد هيتفاعل؟ 3.75 جرام. تقدر تحسب لي كمية البوتاسيوم هيدروكسيد اللي هيحتاجها؟ قال لي طبعا 0.7396 جرام. مين تاني هيحتاج لبوتاسيوم هيدروكسيد؟ الاوليف اويل. ليه بيحتاج؟ قال لي عشان الاوليف اويل فيه فري فاتي اسيدز، فيه هتحتاج بوتاسيوم هيدروكسيد، هتتفاعل مع بوتاسيوم هيدروكسيد. طب انا بعرف الفري فاتي اسيدز اللي في الاوليف اويل ازاي؟ بمعلوميه حاجه اسمها ايه؟ اسيد فاليو. يبقى لما اكتب اوليف اويل تحته هكتب كده اسيد فاليو اوف اوليف اويل بتساوي كام؟ الاسيد فاليو اوف اوليف اويل 2. طيب وده معناه ايه؟ ده معناه 2 ملي جرام بوتاسيوم هيدروكسيد needed to neutralize free fatty acids present in 1 جرام اوليف اويل. طب انت عندك كام جرام اوليف اويل فوق؟ انا عندي 100 جرام. طب يا ترى دول هيحتاجوا قد ايه بوتاسيوم هيدروكسيد؟ هعمل كروس مالتيبليكيشن هيطلع ان دول هيحتاجوا 200 ملي جرام بوتاسيوم هيدروكسيد، اقسم على 1000 عشان تحوله للجرام هيطلع 0.2 جرام بوتاسيوم هيدروكسيد. يبقى الاستياريك اسيد محتاج 0.7396 جرام والاوليف اويل محتاج 0.2 جرام. اذا total amount of potassium hydroxide needed، total amount of potassium hydroxide بيساوي 0.7396 زائد ايه؟ قال لي زائد 0.2 هيطلع 0.9396 جرام بوتاسيوم هيدروكسيد. تمام كده؟ تمام كده. كده احنا قدينا نحسب له الـ amount of potassium hydroxide needed. تعال ناخد فكرة كمان، ناخد فكرة كمان. هنا هو بيطلب مني ايه؟ هنا جه اداني كل معطى وكمية الاستياريك اسيد مش موجودة، بس في اوليف اويل. طب ده معناه ايه؟ قال لي ده معناه ان البوتاسيوم هيدروكسيد اللي عند حضرتك ده جزء منه هيتفاعل مع الاستياريك اسيد وجزء هيتفاعل مع الاوليف اويل. يبقى اول خطوة ان انا احسب ايه؟ اشوف قد ايه من البوتاسيوم هيدروكسيد هيتفاعل مع الاوليف اويل، وبعد كده هطرح كمية البوتاسيوم هيدروكسيد بتاعت الاوليف اويل من التوتال بوتاسيوم هيدروكسيد، فاقدر احسب الاماونت اوف بوتاسيوم هيدروكسيد افيلبل تو رياكت وذ استياريك اسيد، وبمعلومية ده هقدر احسب الاماونت اوف استياريك اسيد.
تعال نمشي خطوة خطوة مع بعض. مين أول واحد خد من البوتاسيوم هيدروكسيد؟ أول واحد خد من البوتاسيوم هيدروكسيد كان الأوليف أويل. طب بقدر أحسب إزاي خد قد إيه؟ بمعلومية حاجة كده اسمها acid value of olive oil. الأسيد value of olive oil اللي كان معطى عندي إنها بتساوي كام؟ بتساوي 2. واتفقنا إن ده معناه إيه؟ ده معناه 2 ملي جرام of potassium hydroxide available to react أو needed to neutralize free fatty acids present in 1 جرام olive oil. حضرتك عندك كام جرام اوليف اويل فوق؟ عندي 100 جرام اوليف اويل. طب هتقدر تحسب لي بيتفاعلوا مع دي كيوتش؟ قال لي طبعا بيتفاعلوا مع 200 ملي جرام اللي هو 0.2 جرام بوتاسيوم هيدروكسيد. إذن ايه؟ amount of potassium hydroxide available to react with stearic acid بتساوي قد ايه؟ قال لي بتساوي التوتال potassium hydroxide 9396. هطرح منه الجزء اللي تفاعل مع الاوليف اويل هيطلع لي الجزء اللي يخص ال stearic acid 0.7396 جرام بوتاسيوم هيدروكسيد 0.7396 جرام بوتاسيوم هيدروكسيد. طيب مين تاني هيحتاج؟ قال لي التاني بقى اللي بيحتاج بوتاسيوم هيدروكسيد هو stearic acid. وبمعلومية البوتاسيوم هيدروكسيد الافيلابل ده هنقدر نحسب الاماونت اوف stearic acid. لما نيجي نتكلم عن stearic acid سيادتك عارف اني 1 مول stearic acid equivalent to 1 مول potassium hydroxide. هنا هحط المولكيولار ويت بالجرام وهنا هحط المولكيولار ويت بالجرام. جميل جدا. طيب انت عندك قد ايه البوتاسيوم هيدروكسيد؟ 0.7396 جرام. تقدر تحسب لي دول هيتفاعلوا مع دي ستيارك؟ قال لي طبعا احسب كده هيطلع 3.75 جرام. هل ده بيمثل كل كمية الاستيارك؟ لا، بيمثل بس ربع كمية الاستيارك. ليه؟ عشان احنا اتفقنا 25% بس من الاستيارك اسيد اللي حصل له ايونيزيشن وبقى available to react with بوتاسيوم هيدروكسيد. يبقى انا لو عايز احسب الاماونت اوف استياريك اسيد هعمل ايه؟ قال لي هضرب الرقم ده في 4 او هضربه في 100 على 25، فهيطلع عندك الاماونت اوف استياريك اسيد بتساوي 15 جرام استياريك اسيد. 15 جرام استياريك اسيد. طيب عندنا افكار تاني. عندنا اخر فكرة هحلها معاكو وبعد كده هديك افكار انت ممكن تحلها مع نفسك، تدرب نفسك على حلها. هنا هو مديني كل معطى ومين المجهول؟ قال لي acid value of olive oil. هو اديك كل حاجة مطالب من سيادتك انك تحسب الاسيد فاليو اوف اوليف اويل. طب ده هحسبه ازاي؟ ببساطه شديده جدا هنجيب الاماونت اوف بوتاسيوم هيدروكسيد افيلابل تو رياكت مع ال 100 جرام اوليف اويل، وبعد كده نرجع لتعريف الاسيد فاليو اللي بيقول ايه؟ نمبر اوف ملي جرامز اوف بوتاسيوم هيدروكسيد افيلابل تو رياكت ويذ 1 جرام اوف اوليف اويل. يعني هحسب الملي جرامز اوف بوتاسيوم هيدروكسيد اللي هتعمل نيوتراليزيشن للفري فاتي اسيدز اللي موجوده في 1 جرام اوليف اويل، وبكده هكون حسبت الاسيد فاليو اوف اوليف اويل. تعالى نمشي مع بعض الخطوات واحده واحده ونشوف ده هيوصلنا ليه.
تعال بص، اول حاجه عندنا نبص ليه الستيريك اسيد. تعال نبص اولا كده ليه الستيريك اسيد ونشوف هياخد قد ايه من التوتال بوتاسيوم هيدروكسيد. عشان اعرف الستيريك اسيد بياخد قد ايه من التوتال بوتاسيوم هيدروكسيد، سيادتك هتقول الاول ادي المعادله بتاعتك 1 مول استياريك equivalent to 1 مول بوتاسيوم هيدروكسيد. طيب ده معناه ايه؟ قال لي هنحط تحت كل واحده منها المولكيولار ويت بتاعتها بالجرام اهو. جميل، هنا بقى تحت الاستيارك بتحط ايه؟ قال لي انت ما حسبتليش، في حاجه اسمها ايه؟ amount of acid reacting. طب بنحسب دي ليه؟ عشان 25% بس من الاستيارك هو اللي بيتفاعل، يبقى 15 جرام استيارك في 25 على 100 هيساوي 3.75 جرام، ده بس هو اللي هيتفاعل وده الرقم اللي هنحطه هنا. طيب هتقدر تحسب لي ده بيستهلك قد ايه بوتاسيوم هيدروكسيد؟ قال لي طبعا هقدر احسب لك، تعالى كده بص هنشوف، هتلاقيه 0.7396 جرام بوتاسيوم هيدروكسيد. يبقى التوتال بوتاسيوم هيدروكسيد 0.9396 جرام، 0.7396 جرام منهم هيتفاعل مع الستيريك اسيد والباقي هيتفاعل مع الاوليف اويل. اذا amount of potassium hydroxide available to neutralize free fatty acids of olive oil بتساوي ايه يا سيد الفاضل؟ بتساوي total potassium hydroxide ناقص الجزء اللي هيتفاعل معاه الستيريك 0.7396، هيطلع عندك كام؟ قال لي 0.2 جرام بوتاسيوم هيدروكسيد، ده الـ available to react with olive oil. طيب تعال نبص بقى لـ الـ olive oil. انت كده عرفت اني 0.2 جرام اللي هم 200 ملي جرام بوتاسيوم هيدروكسيد equivalent to الرقم ده اللي هو 100 جرام اوليف اويل. 200 ملي جرام بوتاسيوم هيدروكسيد equivalent to 100 جرام اوليف اويل. اذا كام ملي جرام من البوتاسيوم هيدروكسيد equivalent ليه 1 جرام اوليف اويل؟ واحنا ليه بنقول 1 جرام؟ ارجع لتعريف الاسيد فاليو، number of milligrams of potassium hydroxide needed to neutralize free fatty acids present in 1 gram of oil or fat. تقدر بقى حضرتك تطلع لي الرقم ده؟ قال لي طبعا الرقم ده هيطلع بيساوي 2 milligram potassium hydroxide. الكلام ده معناه ايه؟ بص يا سيدي، اذا 2 milligram potassium hydroxide needed to neutralize free fatty acids in 1 gram olive oil. اللي احنا كاتبينه ده بيمثل تعريف ايه؟ بيمثل تعريف الاسيد فاليو. 2 ملي جرام بوتاسيوم هيدروكسيد needed to neutralize free fatty acids present in 1 gram of olive oil. اذا acid value of olive oil بتساوي 2. ده اللي كان مطلوب من حضرتك، acid value of olive oil تساوي 2. بكده اكون خلصت شرح كل الافكار اللي عايز اشرحها لك، وهسيب لحضرتك 3 افكار انت بقى ايه تقعد تمخمخ فيهم شويه. أول فكرة إحنا حلينا شبهها، هو مديك إيه؟ beeswax, olive oil, coconut oil,
بوركس ووايت سوفت بارافين وبيوريفايد ووتر. هنا في ثلاث حاجات عند حضرتك محتاجين بوتاسيوم هيدروكسيد او هيتفاعلوا مع البوركس، الكوكونات اويل والاوليف اويل والبيز واكس. يبقى البوركس ده للثلاثه، فانت هتطلع كميه البوتاسيوم هيدروكسيد فور كوكونات اويل، كميه البوتاسيوم هيدروكسيد فور اوليف اويل، وتطرح من التوتال بوتاسيوم هيدروكسيد هتطلع البوتاسيوم هيدروكسيد فور بيز واكس. جميل كده؟ جميل كده. طب الحاجه الثانيه عندنا ايه؟ الفكره الثانيه عندنا هنا انه طالب منك الجليسرول والستياريك اسيد. الستياريك اسيد هتحله بالطريقه الطبيعيه بتاعتنا. الجليسرول هيجيبه ازاي؟ اداك توتال فوليوم اوف بريسكريبشن 10 جرام. يبقى بعد ما تجيب الستياريك اسيد هتطرح الكومبوننتس كلهم من 200 جرام، فهتقدر تجيب الاماونت اوف جليسرول. الفكره الثالثه احنا برضو حلينا شرحها في الكولد كريم، انه ما جاش اداك اماونت للاوليف اويل، لا هو جه اداك ايه؟ اللي جه اداني هنا الاوليف اويل كونسيومز 21.3% اوف توتال بوتاسيوم هيدروكسيد. فكر فيهم، حلهم، وناقشني في الحل لو في حاجه واقفه معاك. ودمتم في امان الله.